العافية. أهلين، مرحبا. كيفك؟ يا مرحبا. الآن ننتقل على فقرة تذكر. في تذكر في عنا عدة قوانين درسناها سابقا، بدنا نذكركم فيها. حتى نتذكرها احنا بحاجة ان ننتقل الى صفحة هيك فيها القوانين ونجيب امثلة تذكيرية عليها. يقولك اذا كانت النقطتان الف احداثياتها سين واحد صاد واحد، خلنا ناخذ مثال عليها. مثلا الف احداثياتها مثلا سالب اثنين واربعة، كويس، وباء احداثياتها مثلا ثلاث وتسعة، اي اعداد يعني. انا حطيت قيم من عندي هيك عشوائية. كيف احسب المسافة بين النقطتين؟ الالف باء في هاي الحالة راح تطبق القانون عليها، اللي هو زي ما انتم شايفينه مكتوب بهذه الطريقة. فانا على طول بروح بحط على مثلا سين واحد صاد واحد، زي ما اتفقنا انه بامكاننا نغير، يعني نقول هون سين اثنين صاد اثنين وهنا سين واحد صاد واحد، يعني بصير انت زي ما بترتبه بيصير الحل. الان نعمل جذر التربيعي حتى نطبق قانون المسافة بين النقطتين، جذر كبير، بعمل قوسين بحط بينهم زائد وبحط تربيع على القوس الاول وتربيع على القوس الثاني. يلا هو شو بيقول هون؟ فرق السينات، يعني سين اثنين ناقص سين واحد او سين واحد ناقص سين اثنين تفرقش برضو. يلا تسعة، عفوا ثلاث، سين اثنين هي ثلاث ناقص سالب اثنين. يلا واللي وراها صاد اثنين هي تسعة ناقص اربعة. اذا الف باء طولها كم راح يكون الجذر التربيعي لي؟ يلا خمسة تربيع خمسة وعشرين، اشتري كيف طلعتها، ثلاث ناقص ناقص اثنين يعني خمسة، خمسة تربيع خمسة وعشرين زائد يلا تسعة ناقص أربعة خمسة تربيع خمسة وعشرين، خمسة وعشرين زائد خمسة وعشرين بساوي خمسين، إذا جذر خمسين. إذا البعد بين هذول النقطتين يساوي جذر خمسين. يلا نعيد مثال ثاني، نطبقه مرة ثانية على مثال ثاني سريعا. يلا لو كان عندي نقطة مثلا إحداثياتها واحد وخمسة ألف سميها، وباء إحداثياتها مثلا سالب ثلاث وسالب أربعة، بدنا نجيب البعد بينهما، نقول ألف باء يساوي الجذر التربيعي لي. يلا فرق السينات الكل تربيع زائد فرق الصادات الكل تربيع. يلا فرق السينات يعني راح نجيب هذه سين وهاي سين، بدنا نطرحهم من بعض، اللي هي سالب ثلاث ناقص واحد. راح بقول طب ليش ما حطيت واحد ناقص ناقص ثلاث؟ برضه صح. يلا الآن راح نقول خمسة ناقص سالب أربعة. يلا نجبنا الفروق، إذا ألف باء يساوي الجذر التربيعي لي. يلا نحسب سالب ثلاث ناقص واحد اللي هي أربعة، أربعة تربيع 16 زائد تسعة تربيع واحد وثمانين، ويساوي الجذر التربيعي لي هنا 97. انتهى الحل. الآن كل إحداثيات نقطة المنتصف، خلينا على نفس المثال، احنا سمينا هاي سين واحد صاد واحد، سين اثنين صاد اثنين. حتى نجيب إحداثيات نقطة المنتصف بنطبق هذا القانون، اللي هو بنعمل قوسين، نعمل فاصلة بينهم يعني، لأنه هذا الإحداث السينات إحداث الصادي. بنجمع السينات، بنجمع واحد زائد سالب ثلاث، لاحظ هنا طرحنا هنا بنجمع على اثنين، وبنجمع الصادات وبنقسم على اثنين، خمسة زائد سالب أربعة على اثنين. فإحداثات المنتصف هون راح تكون سالب اثنين على سالب اثنين هي سالب واحد، وهنا عبارة عن سالب واحد على اثنين. أتوقع تطبيق القوانين هذه بسيط جدا، وهو راح يخدمنا في دروس اللاحق. الصورة العامة للخط المستقيم هي هذه. احنا متعودين صورة الخط المستقيم مثلا احد الصيغ اللي هي هذه الصيغة، وهذا حكينا انه الف تمثل ميل الخط المستقيم اذا كانت صاد موضوع القانون. لكن الصيغة العامة للخط المستقيم تكتب بهذه الطريقة. لو فرضا عندي انا خط مستقيم وعدلته مثلا صاد يساوي خمسة سين ناقص ستة، هذه بسموها مش الصورة العامة، بدنا نكتبها على الصورة العامة. الصورة العامة اني احط سين بالاول، بعدين احط جنبه زائد شيء معامل صاد مع يعني مضروب في صاد زائد الحد المطلق. طيب هاي السين محطوطة لحالها كويسة، اذا شو اذا نسوي؟ ننقل الصاد لهون، فبصير عندي هون خمسة سين ناقص صاد ناقص ستة يساوي صفر. ايش اللي عملته؟ وديت صاد لهذا الطرف فصارت ناقص صاد، ورتبتها حطيت السينات بالأول ثم الصادات ثم الحد المطلق. ألف اللي هو معامل سين اللي هو خمسة، باء اللي هو معامل صاد اللي هو سالب واحد، وجيم هو الحد المطلق يعني اللي ما معه سين ولا صاد اللي هو سالب ستة. نأخذ مثال ثاني، نفترض عندي معادلة لخط مستقيم مكتوبة بالصيغة هذه،
طلع كيف؟ 4 صاد ناقص 2 سين يساوي 9. مش مكتوبه بالصوره العامه، يلا اكتب لي اياها بالصوره العامه. بنعيد ترتيبها، بنقول بنرتب، بنحط السالب 2 سين في البدايه، بس هون ما بنغير اشارتها لانها ما انتقلت على الطرف الثاني من اليساوي، لانها بنفس الجهه لساتها. زائد 4 صاد، هذه خاصيه تبديليه، من حقي ابدل ترتيب المقادير او الحدود الجبريه او الاعداد اذا كانت في نفس الجهه من اليساوي. الان بدنا ننقل التسعه لهون، فبصير ناقص 9 يساوي 0. هيك عاد ترتيبها، ومنها الف اللي هي معامل سين اللي هي سالب 2، باء معامل صاد اللي هي 4، جيم اللي هي الحد المطلق اللي هي سالب 9. اذا هاي نقطه مهمه جدا اكون عارفها. الآن بعد نقطة عن مستقيم، حكينا أنه أنا لو عندي أنا خط مستقيم، نفترض أنه أنا عندي خط مستقيم مهما كان هذا الخط، كويس، وعندي نقطة خارجة عنه، فكلمة بعد نقطة عن خط مستقيم بالتأكيد لا يعني هذه المسافة. بميلان أنت بتنزل عمود من النقطة على الخط المستقيم، أقصر بعد هو أو أقصر مسافة هي البعد، وهي المسافة العمودية، وهي المسافة العمودية. النقطة الأخيرة في المثلث القائم الزاوية، نعرف إحنا إنه تنطبق دائما لما تذكر مثلث قائم الزاوية أنا بخطر في بالي شغلتين: النسب المثلثية الجيب والجتا والظل للزوايا الحادة، وبخطر في بالي نظرية فيثاغورس. فيثاغورس إيش بحكي؟ إذا كان طول الضلع هذا ضلع القائم ألف، فمربع ضلع القائم الأول زائد مربع ضلع القائم الثاني يساوي الوتر تربيع، غوارة تربيع. ومنها لو أخذنا الجذر التربيعي للطرفين، فبصير راء تساوي الجذر التربيعي لألف تربيع زائد باء تربيع، وهي نظرية فيثاغورس. إذن هاي منين اجت هاي العبارة؟ اجت من نظرية فيثاغورس. ونتذكر الجيب والجتا شو هما؟ الجيب هي عبارة عن نسبة مثلثية نطلع عن زاويها، بنقول هي طول الضلع المقابل للزاوية ها، أيوة اللي هو ألف، على الوتر اللي هو راء. والجتا للزاوية الحادة ها يساوي الضلع المجاور للزاوية ها اللي هو باء على الوتر. أما الظل فإما بتحكي إنه عبارة عن جيبها على جتاها، أو بتقول هو عبارة عن المقابل على المجاور، يعني ألف على باء، كلاهما يعني كله بعطيك نفس النتيجة. هذه مراجعة سريعة لما تعلمناه سابقاً.